بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده صحي، يوم الصحي النهارده يوم انتم بتستنوه بفارغ الصبر، انا عن نفسي بستناه برضو عشان بعرف معلومه جديده عن بشرتي. اكتر حاجه دايما اللي هي في الوش، يعني مثلا اللي هي المواجهه، اللي هي الواجهه، اللي هي كمان زي ما بنقول كده غلاف الجواب، فالجواب بيتعرف من عنوانه. لما انا بشوف كده الجواب مكتوب عليه ايه بعرف اذا كان ده صحته كويسه ولا لا. عشان كده النهارده بيشرفنا ونورنا دكتور سالي صفوت، استشاري الامراض الجلديه والتجميل. هنتكلم النهارده عن حاجات بتفيد البشره وتفيد الشعر، وكمان في فصل الشتاء، وانتوا عارفين ان فصل الشتاء بيحصل فيه حاجات كتير جدا، منها جفاف البشره وجفاف الشعر. هنتكلم باستفاضه النهارده عن الموضوع ده. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. منورانا. نورك. منورانا كالعاده يعني. وبجد انا بستفاد من حضرتك كتير جدا، لان زي ما قلت في البدايه في المقدمه ان الجواب بيتعرف من عنوانه. لقينا واحد وشه فيه نضاره كده او واحده، يبقى ده صحته كويسه ما شاء الله، ربنا يديله الصحه. حد بقى عنده شحوب وعنده جفاف في بشرته وعنده مش عارف ايه، يبقى في امراض ناتجه عن الموضوع ده. فاحنا هنتكلم عن حاجات كتير النهارده. برحب بالدكتور تاني، بس قبل ما نتكلم هنعمل اكله كده بقى. الصيام بدا حبايبنا الصايمين، هنعمل لهم دلوقتي عدس ولكن بطريقه مبتكره. شوربه العدس احنا عارفين بنحط فيها كذا وكذا وكذا، النهارده هنعملها على الطريقه الهنديه. وبعد كده نرجع لدكتور صفوت تعرفنا برضو على نفسها، اللي ما يعرفش، في ناس كتير برضو ما يعرفوش. الدكتور سالي صفوت. دكتور سالي صفوت يا عم، حاضر يا شام، حاضر. طيب بس هقول المقادير وبعد كده نرجع ونستمر مع دكتور سالي. وبعدين ده والدها يعني، ده اعز اسم على قلبي، صح ولا لا؟ اعز اسم. طيب عندنا شوربه العدس بطريقه جديده مبتكره، حلوه قوي، فيها نكهات جديده، واللي ما يعرفش يقول عدس. كنا بنضحك على الموضوع ده دلوقتي انا ودكتور سالي، لانها هي عندها نوع من الدعابه جميل، فحكت لها عن قصه خلاها تحكيها لكم دلوقتي. شوربه العدس والطماطم الهنديه، عدس وطماطم، الطماطم اكتر من العدس. يعني مثلا في العدس العادي انا ما بحطش طماطم خالص، لكن دي هتبقى فيها طماطم ثلاث اضعاف العدس، عندي ربع كيلو من العدس مغسول ومنقوع، وشوفوا لما اتغسل وبتاع بقى كميته قد ايه. عندنا كمان بصلتين متقطعين مكعبات، وعندنا فصين ثوم، ومعلقتين من معلقه كاري، ومعلقه كركم، وثلاث ارباع كيلو من الطماطم قطع، ولتر مرق خضار، ما احنا قلنا دي صيامي، وكمان عندي معلقتين زيت، ومعلقه بابريكا، ورشه شطه، وهنقدمها مع توست متقطع كده، وهنحط عليه شويه زيت زيتون وندعكه كده بفص توم. نقول تاني المقادير سريعا عشان خاطر دي طعمها حلو قوي قوي قوي، وجربوها. عندي ربع كيلو من العدس المنقوع، عندنا بصلتين، وعندي كمان ثلاث ارباع كيلو من الطماطم، وفصين توم، معلقه كاري باودر، ومعلقه من الكركم، ومعلقه من البابريكا، ورشه شطه، وكمان عندنا لتر من مرق الخضار. مرق الخضار بجيب بصل وجزر وكرفس وورق لورو وحبهان، كل الحاجات ده اغليها واصفيها بيبقى بالشكل ده. تعالوا مع بعض بقى نشتغل واحدة واحدة. عايزين بس نعرف التايتل بتاع حضرتك للناس، وإيه العلاقة بين الأمراض الجلدية والتجميل. طبعا أنا عارف، لكن في ناس كتير أو ما تعرفش، فإحنا هتفضلي بقى وبعد كده هنخش على الأسئلة المباشرة. حضرتك قلت في المقدمة إن البشرة هو الجواب بتاع العنوان. العنوان هو البشرة، أنا بقول هي المراية بتاعة الجسم، المراية الخارجية، اي حاجه بتظهر في الجسم من جوه بتنعكس على البشره. ابسط حاجه لما الواحد بيكون مبسوط بيقول له انت وشك منور، اما واحد بيكون زعلان يقول له انت وشك اسود ليه كده، انت صح. وشك اسود بيبان على وشه على طول، ده دي الحاله النفسيه. فهي المرايه الخارجيه بتاعه الجسم. عندي كمان الامراض بقى، اي مرض بينعكس على البشره باشكال معينه، يعني مثلا الامراض بتاعه الكبد تلاقي الانسان لونه اصفر، الامراض بتاعه الكلى تلاقي الانسان اللي هو اللون الارثي او الشاحب، الناس اللي عندها انيميا بنلاقي الناس وشها شاحب وابيض. يعني انا ما اتكلمتش اعتباطا في موضوع الجواب بيتقال من عنوانه. لا طبعا، انا قلت والله اقولها كده. لا طبعا. الله يخليك يا دكتور، يا رب. اتفضلي دكتور بقى. عايزين نتكلم على حاجات النهارده، يعني في مقدمه كده، في حاجه اسمها قرصه البرد. كتير قوي ما يعرفوهاش، فأي حد يقول قرصة يعني حد قرص حد. احنا وقفنا المره اللي فاتت على التورم بتاع الاطراف وما عرفناش نكمله. نعم. التورم بتاع الاطراف ده لو ما اتعالجش بيتحول للموضوع بتاع قرصة البرد. ايه الحكايه؟ احنا بنقول في فصل الشتاء بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه. المرض ده بيحصل
عند الناس اكتر الستات من سن 20 لسن 40 سنه. نعم. بيحصل لهم انقباض في الاوعيه الدمويه لناس اصلا عندها استعداد وعندها قصور في الدوره الدمويه. فبيحصل ايه؟ بنات كتير قوي تيجي تقول لك انا اطراف ايديا بتزرق في الشتاء. ايديا ورجليا بيزرقوا في الشتاء. تبتدي ازاي؟ تبتدي في الايدين والرجلين، ممكن في الشفايف، ممكن في الودان، ممكن في المناخير، فهي في الاطراف بتاعت الجسم. نعم. اول حاجه الجلد بيبيض وبعدين يزرق وبعدين يحمر. بيحصل معاها وجع شديد جدا واحيانا هرش، لدرجه ان في ناس بتيجي تشتكي وتقول انا بخبط رجلي في الحيطه من كتر الهرش، او انا بحك رجلي في السجاده من كتر الهرش. لو الموضوع ما اتعالجش الموضوع ممكن يوصل لدرجه من الكرح، وممكن توصل لدرجه من درجات الغرغرينه. من هنا بنقول عضه البرد او قرصه البرد. يعني قرصه البرد دي بتيجي معظم البنات عندها قصور في الدوره الدمويه، كلنا بنزرق في الشتاء، كلنا اطرافنا بتزرق. نعم. في ناس بيتطور عندها الموضوع لموضوع قرح، وفي ناس ما بيتطورش. نعم. طب ما بيتطورش ازاي؟ ان انا اهم حاجه لازم ادفي ايديا كويس، ولما هدفي ايديا ورجليا اطرافي. طب هل ده يا دكتور بيأثر على مرضى السكر؟ ده لسه مرضى كنا السكر هقول أساس. مرضى السكر عندهم مشكله برضو في الدوره الدمويه الطرفيه، قصور لازم. مرض السكر ده داخل معاك في طيب. كل حاجه. حلو قوي. طب انا في ناس كده تقول لك يا اللي عنده مرض السكر ده ما يحطش ما يلبسش مثلا شراب بالليل علشان مش عارف ما يكتمش المسام بتاعه رجليه. ده بالعكس، بالعكس احنا لما هنيجي نلبس شراب بقى هنلبس شراب قطني. وكمان لو حد عنده تشققات في الرجلين او جفاف، ده انت تلبس كيس نايلون، تحط مثلا الكريم وكيس نايلون علشان يحرر الرجل ويوسع المسامات. جميل. طيب دكتور، عايزين بقى طالما اتكلمنا عن انا بس عايز اقول العلاج بتاع قرصه البرد. طيب ده ماشي، واحده واحده كده. حاضر. المشكله في القصور في الدوره الدمويه مش كده؟ فانا باخد فيتامين سي وباخد ادويه معينه بتحفز الدوره الدمويه الطرفيه، بتحسنها. طيب دكتور، فيتامين سي دواء وفي منه اللي هو موجود في البرتقال وفي الليمون وفي الموالح والحمضيات. جميل. والفراوله اللي حضرتك هتعملها النهارده. وفي طيب هنكمل برضو في موضوع فيتامين سي، ولكن ايه غير فيتامين سي بالنسبه لموضوع قرصه البرد ده؟ احنا قلنا بقى مشكله كمان في البرد، فلازم ان انا هدفي. هدفي نفسي. هدفي نفسي. كنا يعني قلنا كلها وقايه. كنا قلنا ان احنا لازم ندفي الاطراف، بس هندفي الاطراف بحاجه قطن، لانه عندهم بيبقى هرش جامد، فلو دفيتها بصوف هيحصل تفاعل وهيحصل التهاب. او يحصل حساسيه. كمان التمارين، يعني محتاجه الست او البنت انها تفضل تفتح وتقفل ايديها كذا مره علشان تحفز الدوره الدمويه. لحظه بقى، عشان في ايه مثلا احيانا بتفتح ايديا كده واقفلها، ابص الاقي اعصابي تقف، يعني حته معينه كده من صباعي بينام ما بيكملش، فانا مش عايز اعمل الحركه دي كتير. ده نقص كالسيوم. نقص كالسيوم. ده بتحصل كتير عندي. بتحصل كتير، بيحصل حاجه زي كرامبات كده. ممكن تحصل في الرجل، ممكن تحصل في الايدين بالذات. فهي محتاجه تحرك ايديها ورجلها عشان تحفز الدوره الدمويه. حاجه كمان كنا قلناها المره اللي فاتت، تدفي صدرها. بورقة الجورنال، فاكرين ورقة الجورنال؟ فاكر. اللي هي ورقة الجورنال اللي هي القديمه بتاعت زمان. لان الدم خارج من القلب اصلا ساقع، ما انت عندك مشكله في الدم. فطول ما انت هتدفي الاطراف بس مش هيحصل الدفء اللي احنا عايزينه. كمين. فلازم تدفي الصدر كويس. طيب دكتور، بس انا هقول لهم انا عملت ايه وبعد كده هنرجع لحضرتك. انا بس كل اللي عملته زي ما انتم شفتوا، حطيت معلقتين الزيت. احنا قلنا دي شوربه عدس صيامي، وممكن انا طبعا مش صايم عايز اكلها تكون شويه ريتشي، ممكن اغرف طبق هنحط عليه، مش هنحط عليه حاجه خالص، وهحط عليه شويه رشه كمون بس، وطبق تاني احط عليه مثلا سور كريم زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. ده للي هم فاطرين زي حالاتنا كده، يعني ممكن ياكل الشوربه دي هتعجبه جدا. هي لغايه دلوقتي ما فيهاش اي حاجه، وكمان تعتبر للي بيعملوا حميه غذائيه او دايت. انا عملت ايه؟ حطيت البصل، حطيت الثوم مع معلقتين الزيت، قلبتهم لغايه يا دوب دبلوا شويه، قمت نازل عليهم بالعدس، وبعد كده الطماطم، وبعد كده المنكهات اللي عندي اللي هي الكاري والكركم والبابريكا والشطه، وحطيت شويه ملح، ما حطيتش فلفل حتى، وبعدين حطيت مرق الخضار وسبته هيغلي دلوقتي. وبعدين دهنت التوست المحمص اهو بالايه؟ دهنته زي ما انتم شايفين بزيت زيتون. وهشوف كلافز كده، لان طبعا اقول لكم دايما الحاجه الوحيده اللي بتاثر علينا
ريحه التوم في الايدين. واحنا طبعا معانا دكتور سالي اخصائيه التجميل، ومن التجميل ان انا ما يبقاش ريحتي بارزه، يعني ما يبقاش ريحتي مثلا فيها توم او بصل او حاجات، دي هنتكلم عليها كلها. وكل الحاجات دي مع دكتور سالي، كل اللي هعمله بعد ما دهنت زيت الزيتون هندعكها كده بشويه بفص التوم، ولما نرجع من الفاصل تكون الشوربه بدات تستوي معانا. اما نرجع هنعمل فراخ بطريقه مختلفه. فاكرين صوص الباربيكيو اللي احنا عملناه تقريبا يوم الجمعه؟ هنكمل بيه ولكن بعد الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان عشان الممتع والجديد دايما هتشوفوه على تلفزيون الحياه برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل عملنا مع بعض شوربه العدس. بتغلى اهي، بدأت تتشرب، لو بصيتوا هتشوفوا شكلها حلو يعني مشهي. لسه هنضربها في الخلاط وهنصفيها وبعد كده نقدمها ونوريكم هنقدمها ازاي. طيب حد هيسألني دلوقتي ممكن احط عليها كريمه؟ ممكن تحط عليها كريمه، بس مش هتبقى صيامي، هتبقى شوربه عدس بالكريمه. هنغطيها بقى ونسيبها تاني تستوي، ونروح نقول لكم على مقادير الوصفه التانيه، وبعد كده نكمل مع دكتور سالي اللي ما ورانا، ونتكلم عن حاجه مهمه جدا بتحصل في الشتاء، هي تشققات الكعبين، اقدام او الكعبين. جميل، هنقول مقادير الوصفه بتاعتنا دي. اول حاجه عندي هي دجاج محشي بالفلفل وصوص الباربيكيو، وهقول لكم تعملوا صوص الباربيكيو ازاي، وهنزل لكم مقاديره. المقادير عندي 4 صدور فراخ و4 ثمرات فلفل اخضر، ممكن يكون فلفل حامي، لو عندكم فلفل حامي بتحبوه الهالابينو ممكن يبقى ده. عندي كمان 2 كوباية من الجبنه الشيدر المبشوره او الجبنه الجوده، عندي معلقه زعتر ومعلقه بابريكا، وكمان عندنا معلقه من التوم الباودر ومعلقه بصل باودر، واخيرا 2 كوباية من صوص الباربيكيو اللي هقول لكم عليه وهنقدمها مع بطاطس بريد. موضوع بمنتهى البساطه هنتكلم عليه تاني، هنقول تاني. اول حاجه عندي 4 صدور فراخ، 4 صدور فراخ و4 ثمرات من الفلفل الرومي، و2 كوباية من الجبنه الشيدر او الجوده المبشوره، وكمان عندي 2 معلقة زعتر ومعلقه بابريكا ومعلقه من التوم الباودر ومعلقه من البصل الباودر، و2 كوباية من صوص الباربيكيو هقول لكم على مقاديره بالتفاصيل وهنزلها قدامكم دلوقتي، وكمان عندي بطاطس بيوري هنقدمها مع الاكله. حلو قوي، هنبدا واحده واحده. انا عايز بس يا احمد من فضلك هات لي جوانتي او كلافز. الفلفل الرومي ده اهو انا جايبه صغير، فلفل صغير ليه؟ اهو لان الفلفل الصغير ده هقدر احشي بيه صدر الفرخ. لو احنا عايزينه حامي ممكن تجيبوا الفلفل الحامي بس السخين الهالابينو دوت، ويبقى بنفس الطريقه. لكن انا عارف ان احنا في ناس كتير قوي ما بتحبش الشطه قوي، فاحنا مش هنستعملها جامد. وعندي هنا زعتر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وجبنه وصدور الفراخ. انا بس عايز من فضلك يا احمد، كان في جوانتيات هنا. اه ماشي، شكرا، معلش الواحد نظره ضعف بقى باين عليه. دكتور بقى على بال ما انا هعمل، انا هقول لهم بس لحظه انا عملت، هعمل في الفراخ ايه؟ هفتح صدر الفرخه كاني بعمله اسكالوب، كاني هحشيه وهوريكم شكله، وبعدين هحشي بطريقه معينه كده هتشوفوها، وبعد كده هنروح مع دكتور نتكلم عن تشققات الكعبين. دي مشكله، مشكله كبيره جدا، مش عند الرجاله بس، ده عند الرجاله والستات، كل الناس في فصل الشتاء اللي بيحصل جفاف للبشره. جميل، طب اتفضل اتفضل. طب حضرتك قول. لا انا كنت هقول لهم بس اهو، شايفين 4 صدور الفراخ، بمسك الصدر افتحه بالطريقه دي اهو، شايفين فاتح الصدر اهو بالطريقه دي كده، شايف؟ ايوه، كل الصدور فاتحها عندي بنفس الطريقه اهي. وبعدين هنتبلها من جوه وبره بملح وفلفل والثوم البودر والبصل البودر والزعتر. اما صوص البابريكا هقول لكم عليه دلوقتي بس بعد الدكتور ما تكمل كلامها عن تشققات الكعبين. لو عندك جاهز ننزله، معلش. طيب اتفضل اتفضل. اهو صوص الباربيكيو عباره عن اهو، هينزل قدامنا على الشاشه، 2 كوباية سكر وكوبايه كاتشب و2 معلقة مستارده، وكمان 2 كوباية من عصير، لا مش ده، مش ده خالص، مش ده اللي احنا عاملينه الاخير ده، كان قديم ده، ده قبل كده هجيبه لك، انا هجيبه لك. حاضر. طيب هنجيبه تاني، معلش سامحونا، بس بعد ما نشغل مع بعض كده. ادي الثوم والبصل والبابريكا والزعتر، واتفضلي يا دكتور. احنا قلنا تشققات الكعبين دي هي بتتدرج من مجرد جفاف لحد ما بيوصل لموضوع تشققات ممكن تجيب دم وممكن تجيب ميه. تشققات الكعبين دي بتحصل ليه؟ بتحصل عشان بيحصل جفاف في البشره،
زي ما قلنا بيحصل انقباض في الدورة الدموية وكسور في الدورة الدموية في فصل الشتاء فبيحصل جفاف، فالناس اللي بشرتها جافة معرضة أكتر إن هي يجيلها التشققات بتاعة الكبد. لو هي اتعالجت في الأول واتلحقت في الأول مش هتوصل للتشققات، لكن هي لو ما اتعالجتش هتوصل لجروح وممكن يحصل فيها تلوث بالبكتيريا كمان. ايه الحاجات اللي بتساعد ان تشققات الكعبين دي تزيد؟ احنا قلنا جفاف البشره وقله الرطوبه وقله شرب الميه، كمان الارهاق واننا اقف لفتره طويله جدا وخصوصا لو انا واقف حافي او ماشي على ارض صلبه، لو بلبس الصنادل والاحذيه المفتوحه ممكن تحصل برده في فصل الصيف، زياده الوزن بيحصل حمل برده على الرجلين فبيحصل زياده في تشققات الكعبين. ممكن بقى في نقص شويه فيتامين زي الزنك او زي فيتامين اي برده بيؤدي لموضوع تشققات الكعبين. الاعراض ممكن تحصل من اول الجفاف بس مجرد خشونه ومبوظه الشكل الجمالي بتاع الرجلين، وممكن الست تلاقي ان في شقوق عميقه جدا في الكعبين بتوصل لدرجه انها بتطلع دم او ميه. طب انا ازاي هتلافى الموضوع ده؟ هتلافى الموضوع ده بان انا اشرب ميه على طول باستمرار، وان انا اجي على فصل الشتاء واحاول بالترطيب المستمر. لما اجي ارطب بالترطيب المستمر هرطب والبس كيس نايلون على رجلي، ويا ريت انام بيه طول الليل، لان ده بيحصل ان الرجلين كيس نايلون كيس بلاستيك نلبسه تلبسه ده بيعمل يعني بيتعرق الرجل بتعرق الرجل فبتفتح المسامات فبيحصل امتصاص اكتر للكريم. ممكن مش لازم كريمات غاليه، احنا ممكن نجيب الفازلين اللي هو العادي ده، بس في ناس ما بتحبش الملمس بتاع الفازلين فاحنا ممكن نعمل كريم لطيف قوي. عايزين نقول على كريم كده، هنعمل احنا كريم لطيف خالص من حاجات رخيصه جدا عشان الناس اللي ما بتحبش. دلوقتي قال لك ممكن كريم كراميل، ممكن كريم كراميل حطه على الرجلين عشان ما يبقاش غالي. مركزين معانا اسلوب انا سامع. هيجيبوا معلقه من الفازلين ومعلقه من اي كريم مرطب ومعلقه من اللوشن بتاع الاطفال اللي هو البيبي لوشن علشان بس بيبقى بيعمل ريحه حلوه. ده عشان الريحة بس؟ عشان الريحة وعشان اللون، لونه بقى بينك لونه أزرق كده يعني. ونخلطهم مع بعض ونحطهم في علبة. جميل. وتبتدي الست ترطب بيها الرجلين مرة الصبح ومرة بالليل، ويا ريت المرة بتاعت بالليل نحط كيس نايلون زي ما قلنا. طب أنا عايز نقول تاني الوصفة دي يا دكتور، لأن شكلها كده حلوة قوي للتشققات دي. هي تنفع غير التشققات تنفع البشره؟ يعني تنفع تتعمل على الرجل كلها؟ تنفع طبعا ترطيب للجسم كله، للايدين الفازلين ده اختراع فظيع. جميل. في الترطيب، لكن الناس ما بتحبوش عشان بيبقى ملزق شويه والملمس بتاعه تقيل. طب في حد دلوقتي من الناس اللي هي بتحب تتكلم في المواضيع بيقول لي ينفع زيت زيتون؟ زيت زيتون هنتكلم عليه دلوقتي في الشعر. هنعمل وصفه بزيت الزيتون في الشعر. طب هقول لهم انا عملت ايه دلوقتي. انا خدت الفراخ حشيت الفلفل الرومي او الفلفل الهالابينو بالجبنه حشو كامل، وبعد كده حطيت اهو زي ما انتم شايفين لفيت حوالين الفراخ داير ما يدور مش باينه خالص الفلفل، بعد كده هحطها هنا على الشوايه بعد ما حطينا شويه زيت نشويها، بعد كده هندخلها ونحط عليها صوص الباربيكيو وندخلها الفرن بعد ما تستوي معانا هنا شويه، هنحط كمان شويه من الزيت صغيرين. وجربوا الوصفات الجديده المبتكره اللي احنا بنعملها لكم دي. هنرجع لدكتور سالي تاني بس بعد العدس. اهو شايفين كده استوى العدس، شايفين اهو اهو شايفين بالطماطم بالكميه دي كلها اهو العدس مع شويه النكهات اللي احنا عاملينها. هناخد العدس ده نسيبه يهدى شويه ونروح نضربه في الخلاط شويه، شايفين اهو خلاص. طيب دكتور انا عايز اسال، العدس ده اختراع عبقري. الله يخليك. والله يعني انت المره اللي فاتت عملت الحمص. فاكره الحمص. انا قعدت قلدتك وقعدت 4 ساعات اعمل فيهم، انا مش عارفه انت عملتهم في ساعه الا ربع ازاي. نعم يعني انت ايه ده بجد؟ والله ايوه ساعه الا ربع الشيف يسري عمل الاكل وعمل الحلو ودار الحلقه واتكلمنا في معلومات طبيه. نعم انا قعدت 4 ساعات. ليه ده ما فيش 4 مش عارفه. لا 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 مش للدرجه دي يا دكتور. لا بس ما تنكرش اني عرفت اعمل. ربنا يخليكي. لا والله مش للدرجه دي، يعني هو الموضوع بسيط مش زي ما انت متخيله. لا والله انت ثروه قوميه بجد. كنت مجهزه الحاجه؟ لا كنت مجهزه بس وقفت اعملهم في 4 ساعات. يعني في المطبخ دايما حاجه بنعملها اسمها الميزان بلاس، ان احنا بنجهز كل المقادير لما باجي اشتغل بشتغل. لا ما كنتش عامله زيك كده بصراحه. ممكن يكون ده اللي عطل. طيب دلوقتي احنا هنستاذنكم هناخد فاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل عايز اذكركم بس بصوص الباربيكيو. عندنا كوبايتين كاتشب عليهم نص كوبايه خل ونص كوبايه سكر بني ونص كوبايه ميه وثلاث معالق عسل اسود
وثلاث معالق من صوص الورشستر ساير ومعلقتين بابريكا وفصين ثوم مطحونين، كل ده قلبناه مع بعضه وحطيناه فين؟ حطيناه على النار يغلي شويه لغايه ما يتكاثف ويطلع معانا بالشكل ده. اهو اهو هوريكم بس اهو، بس هنقلب بس العدس. انت شفتوا العدس اهو شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. وبعدين الصوص عندي جاهز اهو كمان، ده شكله النهائي اهو. اما بيوصل للكثافه دي شايفينها، باخده بعد كده عشان احطه على وش اهو، شايفين؟ ده الصوص بتاعنا اللي هو صوص الباربيكيو. وخلاص هنروح بقى على الفراخ تاني، هنروح على الفراخ نقلبها ونستأذنكم ناخد فاصل. بعد الفاصل بتشوفوا شكل الفراخ عامل ازاي اهي. بعد الفاصل هنكمل مع بعض وندخل الفراخ في الفرن تكمل تسويتها، ولكن بعد ما نضيف لها الصوص اللي موجود عندنا دوت. استنونا ما حدش يقف في مكان عشان المحتوى الجديد هتشوفوه دايما في برنامج المطبخ مع الشيف يوسف، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. كل اللي احنا عملناه ضربنا في الخلاط شوربه العدس، شايفين لونها؟ انا بس حبيت اوريها لكم وهي في الخلاط، بس لازم تهدى معانا. هو ده. وبعدين هنصفيها ونغلي نحطها تغلي غلوه صغيره، بس لونها شايفينه لون اورانج، لون حلو كده مختلف غير النكهات الموجوده فيها. هناخدها كده ونروح بالمصفى نصفيها على النار تغلي غلوه صغيره لانها سميكه مش رفيعه. وبعدين ما احنا خلاص ده احنا باركنا له على الهواء قبل ما يتجوز، وهو لسه هيتجوز تاني منصور؟ لو هيتجوز تاني نبارك له تاني. مثنى وثلاث. حبيبي يا منصور. لا بس يا رب ما يكونش حد سمعنا. والله يحصل لنا مشكله. ومحمد حسن اي يا عم، الجوازات اللي شغاله دي في قناه الحياه ما شاء الله كل الناس بتتجوز. مبروك زميلنا الجميل محمد حسن ومنصور، مبروك على زواجهم السعيد وبالرفاء والبنين ان شاء الله. دكتور عايز اسال حضرتك سؤال. انا بس بصفي العدس اهو، خلاص 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 قربنا. بعد ما صفينا العدس خالص هيغلي غلوه هغرفه، والفراخ انا دهنتها بصوص الباربيكيو دخلتها الفرن. هنتكلم على العدس، انت عايزه تتكلمي على العدس بس بعد برضه ما نقول على موضوع الشعر، وخصوصا ان انا دلوقتي معظم المشاهدين بيعتقدوا ان عدم نظافه الشعر بيسبب قشره. فانت اللي قلتي لي لا بالعكس، ده ممكن كتر الغسيل هو اللي يعمل القشره. عايزين نتكلم على قشر الشعر وخصوصا في فصل الصيف في الشتاء، وعلاجها ايه وبمنتهى السهوله يعني. هنتكلم على قشره الشعر ونقول معلومات ممكن تكون جديده الناس مش عارفاها. كل الناس فاهمه ان قشره الشعر حاجه واحده وهي انها فطريات في فروه الراس وخلاص، واي حد يجي له قشره في الشعر اجري هات الشامبو بتاع القشره. قشره الشعر درجات، نفس الجفاف اللي بيحصل في فروه الراس بيحصل في فروه الراس الانسان اللي جلده اصلا جاف. ممكن قوي ان انا اروح اجيب الشامبو بتاع القشره واستخدمه لفروه راسي والقشره تزيد ما تخفش. في قشره دهنيه وفي قشره جافه. القشره الجافه بتحصل مع الانسان اللي غالبا بشرته جافه زي البشره برضو الدهنيه، ما هي فروه الراس مش هي جزء من بشرتك؟ طبعا بس فيها شعر. فهي اللي بيحصل في بشرتك هو اللي بيحصل في فروه راسك. نعم. القشره الجافه 90% منها سلوك حياه. الناس اللي على طول بتغسل راسها كتير، اللي بتاخد شاور كتير، بالعكس يعني ممكن واحد يبقى نظيف وبياخد شاور كل يوم والقشره تزيد في شعره. لان هو بيفقد الزيوت اللي موجوده في فروه الراس. ده دكتور ان عدم نظافه يعني. بالعكس، يبقى الانسان مش عارف يلبس حاجه غامقه وبيبقى محرج قوي لما القشره تنزل على كتفه او على هدومه زي الرده كده. طب انا افرق ازاي ما بين ان القشره دي جافه وان القشره دي دهنيه؟ القشره الجافه بتكون زي ما بنقول رده نازل على كتفه وبتنزل لانها بتبقى حبيبات صغيره قوي، لكن القشره الدهنيه غالبا بيكون صاحبها بشرته دهنيه وبتكون على شكل كتل. طب لما اجي اتعامل مع القشره الجافه دي هعمل ايه؟ ما استخدمش شامبو للقشره الدهنيه او ما استخدمش شامبو بتاع فطريات. الشامبو بتاع الفطريات او شامبو القشره حاجه اسمها سيلينيوم سلفيت، يعني حاجه فيها كبريت، ببساطه كده كبريت بتحطه على فروه راسك. الكبريت ده بيحرق كل حاجه. بيحرق ايه؟ احنا بنقول كبريت عشان نبسط الناس، بيحرق كل حاجه.
هيحرق البكتيريا الضارة وهيحرق البكتيريا الكويسة، وهيأثر على الغدد الدهنية بتاعة فروة الراس هينشفها أكتر. فده ما بيبقاش هو العلاج السليم للقشرة الجافة. القشرة الجافة علاجها ببساطة خالص الترطيب لفروة الراس، إن أنا هستخدم البلسم، هستخدم كونديشنر، هستخدم حمام كريم، هستخدم شامبو معين مفيهوش الصوديوم سلفيت. مش فيه ساعات يا شيف يسري شامبوهات كده أول ما بتحطها على فروة راسك بترغي بسرعة؟ والناس بتبقى فاكرة إن الشامبو ده كويس جدا، كويس بيرغي، بيرغي، بيرغي بسرعة. بيرغي لأن فيه نسبة كيماويات أكثر. الشامبو بتاع الأطفال لو أنت جيت ترغي بيه فروة راسك مش هيرغي بسرعة، مش جامد، مش جامد عشان الكيماويات فيه أقل. فلما تستخدم شامبو بيرغي بسرعة على بشرة جافة هيعمل إيه؟ هيزود الجفاف أكتر. عارف نفسك الفكرة بتاعت صابون نابلسي بتاع زمان؟ الصابونة النابلسي بتاعت زمان أحسن من الشامبو اللي هي بتاع صابونة، كانت بتاخد وقت قد إيه عشان ترغي؟ والصلايط والحاجات بتاعت، كانت بتاخد وقت قد إيه عشان ترغي؟ نعم، صابونة النابلسي عشان ترغي فروة الراس كانت بتاخد وقت كبير عشان ترغي، لأن ما كانش فيها الكيماويات الشديدة اللي هي بتاعت دلوقتي. فلما أجي أختار شامبو بقى للناس اللي عندها قشرة في الشعر جافة هختارها إزاي؟ هختاره على اساس انه يكون فيه ترطيب، وان مش الغسيل ولا كتر النظافه هو كويس. حاجه كمان، ان انا لما اجي استخدم البلسم واستخدم حمام الكريم ما استخدموش على الجذور بتاع الشعر. هستخدمه على الاطراف. هحاول افصل ما بين فروه الراس وما بين الجذور بتاعه الشعر وما بين الاطراف بتاعه الشعر. طيب انا بس هقول هشام كان بيقول ايه عشان هشام تعبني دايما، بيقول لي هو في ايه الفرق بين الصابونه النابلسي والكنافه النابلسي؟ هو اللي عمل الكنافه اللي عمل الصابونه ده راح راجل اسمه نابلسي زي عبد السلام النابلسي الله يرحمه، لكن الكنافه النابلسيه نسبه الى نابلس. انت هتلاقيه شيف يسري راجل كان معاه فلوس كتير فتح مشروعين، مشروع مشروع كنافه ومشروع صابونه. ممكن يكون فعلا معاه فلوس كتير، عمل مشروع مكرونه ومشروع كنافه ومشروع صابون. صابون، بص بقى احنا هنغرف الفراخ دي بطاطس البيوريه، وبعدين اهي هنعمل فيها فتحه كده عشان انا عايز احط شويه من صوص الباربيكيو جواها. جميل. وبعدين وهي سخنه انا ممكن اديها شويه ساور كريم، بس بعد ما نحط صوص الباربيكيو اللي كان هنا دلوقتي اهو اهو اهو، بعد ما خلاص خلصنا هناخد شويه من الصوص ده اهو نرشهم كده داير ما يدور. ما تحاوليش تقلدي يا دكتور. انا بحاول اقلد، انت عارف انا في الويك اند لازم اقلدك. وناخد شويه من صوص او الساور كريم كده في النص على البطاطس، وبعدين هنروح بقى نجيب بقى ايه الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت كده، ونروح نقطعها ونوريكم بقى الجبنه وهي عامله الملتت كده بشكل مشاهي. اسمحوا لنا بقى كده ايه نفرجكم على المنظر ده. هو ده يا دكتور، ايه رايك؟ تسلم ايدك. جربي بس صوص الباربيكيو ده هتحسي ان انت قاعده في امريكا بجد. ان شاء الله ضروري. حاجه كده من الحاجات اللي يعني بتاعت شيف يوسف. ان شاء الله. هقطع انا، هقطع الله يخليك ليا، هقطع بس الفراخ. بس انا عايز اقول حاجه دلوقتي، في ناس هتقول لك الله طب ما انت خليت شوربه العدس مش صيام. انا قلت لا، الصيام اهي على رشة كمون، لكن اللي هي مش صيامي حطت عليها ساور كريم. ده شكل الفراخ، ناخد واحدة كده بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ننضف هنا، نيجي هنا نقطعها نصين بس. بسم الله. بصوا بقى، بصوا بس منظر الجبنة وهي بتسيح اهو. جميل. ناخد واحدة كمان، والباقي دوت ايه اتصادر. هقول لك لمين. طيب حاضر، من عينيا. واحدة للدكتور وواحدة لعلي. أنا عارف علي قرب يمشي ما تقلقش. من كتر اللي بتعملوه فيه. نيجي بقى لو عايزين تحطوا بقى نقط كده من صوص الباربيكيو هنا كده كده كده، مفيش مشكلة خالص، وبالهنا والشفا. ده طبق مشهي، طبق طعمه وشكله حكايه. طبعا انا ما غرفتش كتير في الموضوع، انا هاخدكم بسرعه على الحلو بتاعنا، والحلو بتاعنا بسيط وهنعمله النهارده هو موس فراوله، والفراوله النهارده موجوده ورخيصه، وانتوا عارفين ان الفراوله انا عاشق للفراوله، باكلها بكل الصفات الا حاله واحده بس، ان تبقى عصير ما بحبهاش عصير.
لكن معموله موس، معموله بيوريه، معموله كده سليمه، اي حاجه في الفراوله انا بحبها. موس الفراوله ببساطه، والفراوله موجوده زي ما قلنا، هي عباره عن ثلاثه بياض بيض، ثلاثه بياض بيض، وعليهم ثلاث ارباع كوبايه سكر ومعلقتين ميه. ايه اللي بتقوله ده؟ ثلاثه بياض بيض، ثلاث ارباع كوبايه سكر وكمان معلقتين ميه. هنعمل حاجه اسمها مارينج ايطالي، وبعدين بعد ما نخلص المارينج الايطالي هنجيب كمان معلقتين جيلاتين وكوبايتين من الكريمه المخفوقه وكوبايتين من الفراوله المركزه. هنعملها قدامكم دلوقتي، وعندي كوبايه باكو من الجيلي وديسك سبونج شوكولاته. كل الحاجات دي سهله جدا. يبقى 3 بياض بيض، 3 ارباع كوبايه سكر، معلقتين ميه، معلقتين جيلاتين، وكوبايتين من الكريمه المخفوقه، وكوبايتين من الفراوله المركزه هقول لكم ازاي، وكمان باكو من الجيلي الفراوله وديسك سبونج، وهنعملها كل الحاجات دي مع بعض. بس على بال ما نعمل الحاجات دي عايز اسال دكتور سالي بقى، احنا اتكلمنا على الشعر وعلى فروه الراس وعلى حاجات، عايزين نتكلم بقى على القشره الدهنيه. احنا اتكلمنا على القشره اللي هي الجافه، ما اتكلمناش على القشره الدهنيه اللي هي بقى بتاعه الفطريات. ونقول بقى، ونقول وصفه لعلاجها. الله يخليك يا ان شاء الله. اشكرك. ان شاء الله. طب اتفضلي. القشره الدهنيه دي بقى اللي احنا عارفينها، اللي هي العاديه، اللي احنا بنروح نجيب لها الشامبوهات بتاعه القشره من الاجدخانه. القشره الدهنيه دي غالبا بيكون معاها فطريات، وبيكون فيها هرش وحكه في فروه الراس. ناس كتير تيجي تقول لك انا بطلع قشره من راسي عامله زي العجينه، وبيكون معاها شويه التهابات. دي لازم ياخد مضاد فطريات، غالبا بياخدها اقراص، وياخد الشامبو اللي هو فيه اللي هو السيلينيوم سلفيت اللي احنا قلنا عليه. نعم. بتاع الفطريات. لو الموضوع زاد شويه ممكن يحصل لحاجه اسمها اكزيما دهنيه. الاكزيما الدهنيه دي عباره عن زياده في الدهون بتاعه البشره، زيها زي الناس اللي بشرتهم دهنيه. في الاماكن اللي فيها زياده في الدهون بيحصل قشور، مش بس في فروه الراس، بيحصل قشور احيانا في الحواجب، في الرموش، في المناطق اللي هي بتاعت حوالين المناخير والخد من هنا، بيحصل ورا الودان، وبيحصل في الصدر. ده لازم بيكون بياخدوا الشامبو بتاع القشره، وحتى بياخدوه على جسمهم. نعم. احيانا تكتب الشامبو وما بيبقاش حد عنده قشره في شعره بس عنده قشره في جسمه. يروح الصيدلي يقول له ايه؟ او لا انا بعدت عشان الصوت، عشان حضرتك تكلمي براحتك. عشان الصوت بس. طب ثواني معلش. شايفين بس انا حطينا هنا بياض البيض، لازم يعمل شويه مارينج علشان خاطر نخلص الموضوع ده. ايه رايك يا هشام؟ هنستاذنكم ناخد فاصل، على هنكون في الفاصل عملنا ده عشان بس ما ناثرش على صوت الدكتوره. وفي نفس الوقت حطيت هنا ايه؟ حطيت الميه مع ثلاث ارباع كوبايه السكر، وفي نفس الوقت عشان برضو ما نضيعش وقتكم هنحط طاسه وفيها الفراوله اهي زي ما هي كده قطع، عشان اعمل الفراوله المركزه. والنص كيلو ده بحط عليه نص كوبايه سكر واسيب كله يغلي. هنستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض، ما حدش يروح في اي مكان، عشان الممتع والجديد دايما هتشوفوه على تلفزيون الحياه في برنامج المطبخ مع الشيف يوسف. ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، هناخد بس نص دقيقة كده نقول احنا بنعمل ايه، وبعد كده الدكتور هتفضل معانا. شفتوا انا وصلت الكراميل لكراميلا ابيض، وعندي المارينجا اهو اهو شغال، شفتوا لونه؟ هننزل عليه كده بالراحة شوية بشوية، شايفين؟ عشان يسوي صفار البيض، وفي نفس الوقت يعمل لي المارينج اللي انا بقول لكم عليه، مارينج ايطالي اهو. خلاص؟ هو ده السرسوب اللي نازل ده، شايفينه؟ خلاص. بعد ما نزلنا ده كده هنسيبه يهدى شويه، لان احنا حاطين حاجه سخنه جدا، وبعدين احنا عندنا كريمه، الكريمه لو نزلت على السخن ده هتخليه يهبط. فهنعمل عمليه يهدى شويه في المكنه، وبعد كده هنضيف عليه الجيلاتين، ونضيف عليه الكريمه، ونضيف عليه شايفين دي الفراوله اللي احنا حاطين عليها السكر، نضربها في الخلاط هتبقى بالشكل ده، بس لازم تبقى بارده. وبعدين هناخد كل ده نضيفه ونحطه في القالب بتاعنا، هنشوفه دلوقتي مع بعض شكله عامل ازاي، ولكن بعد ما نسال دكتور سالي. طب احنا كنا بنتكلم خلاص كده، خلاص كنا بنتكلم عن قشرة الشعر، وبعدين في واحد صديق عندنا ما عندوش شعر، يعني مش عايز اقول اسمه ايه، اسمه ياسر، مش مشكله، بس ايه بيسال بيقول لك طب عايزين حاجه بسيطه، وصفه بسيطه لعلاج قشر الشعر. فواحد من زملائنا برضو الحلوين قال له طب وانت بتسال ليه ده، انت ما عندكش شعر. ها
طيب ما ده اللي كنا بنقوله قبل الفاصل، في حاجه اسمها اكزيما دهنيه. بيحصل قشره في الاماكن اللي فيها دهون زياده. مش شرط فروه الراس بس، ممكن تحصل في الحواجب، ممكن تحصل عن حوالين المناخير، ورا الودان، في الصدر. فلما بنيجي نكتب لها علاج بنكتب لها نفس الشامبو بتاع القشره. نعم. فممكن يجي الصيدلي يقول طب انت واخده ليه؟ طب انت ما عندكش شعر زي ما احنا بنقول، طب انت واخده ليه؟ هو انا واخده لجسمي عشان يعالج القشور بتاعه الجسم. نفس الموضوع، لان هو في جزء من الاكزيما الدهنيه لازم يتعالج بمضادات الفطريات. جميل. طب عايزين بقى وصفه كده صغير، يعني حاجه بسيطه يعني. طيب يعني هنقول وصفة مش مكلفه بالعربي. القشره بتاعه الشعر. عارف الخل بتاع التفاح؟ خل التفاح. هنجيب نص مقدار خل تفاح على نفس المقدار بتاع الميه، ونشطف بيه فروة الراس، وهنستنى شوية، وبعدين نغسل الشعر بالشامبو المناسب للشعر بتاعي. جميل. تاني خلي التفاح على مية مقدار قد ايه؟ يعني مثلا معلقة على معلقة بس؟ معلقة على معلقة ربع كوباية. معلقة مش هتكفي. ما انا بقول اهو يعني هنجيب مثلا لو جبت لتر خلي تفاح، هات لتر مية قدامه. نعم. واشطف بيهم الشعر ونسيبه شوية. يعني كأننا بنغسله. بنغسله فروة الراس. انا بحسب هندهن يعني. لا، وبعد كده بنسيبه شوية، وبعدين تغسله بالشامبو بتاعك المناسب ليك. احنا بس عايزين نفرق ما بين فروة الراس وما بين الشعر. يعني نعم. ممكن ناس يبقى فروة راسها دهنية جدا وعندها قشرة دهنية وشعرها من بره ناشف. عارف دي بنشوفها في اكتر حاجة فين؟ نعم. في الناس اللي بيعملوا صبغة باستمرار. الست اللي بتصبغ شعرها باستمرار وبتعمل اصفرات وبتعمل هايلايت، شعرها من بره بيبقى ناشف جدا. وفروة راسها بتبقى دهنية. فلما نيجي نجيب الشامبو، هنجيب الشامبو على اساس فروة راسك. فروة راسك دهنية، يبقى جيب شامبو للفروة الدهنية. للفروة الدهنية. اما شعرك من بره هتجيبي له مرطبات وبلسم وحمام كريم علشان ترطبيه من بره. جميل. يا ريت لما تيجي تحطي زيوت ما تحطيهاش على فروه راسك، لان احنا مش عايزين فروه الراس تدهن اكتر، هتحطيها على الاطراف بس بتاعه الشعر. جميل. طيب احنا قلنا دلوقتي وصفه خل التفاح، خلت ده للبشرتين يا دكتور؟ يعني مثلا البشره الدهنيه والبشره الجافه؟ للقشره بتاعه الشعر. للاثنين. تنظيف القشره بتاعه. هنقول وصفه بقى للشعر الجاف الهايش اللي هو بيحصل لنا دلوقتي. معلش، اصل انا في حصل لبسه عندي. انا بسالك بقول لك يا دكتور، هو ينفع للبشره الدهنيه والبشره الجافه؟ طب للبشره الدهنيه ما بيحصلهاش قشر شعر؟ لا، ما احنا قلنا في قشره دهنيه اللي هي بيجي لها الاكزيما دي. لما بتتطور بتوصل للاكزيما الدهنيه. جميل. طيب اخد ثانيه بس، انا صبيت اهو في القالب اهو، وبسيب حتى كده تقريبا حوالي نص سنتي، وبنحط عليها الكيك بتاعنا او الاسبونش بتاعنا. الله، ده متقطع يا شيف يسري. طب وايه المشكله؟ احنا يعني من الحاجات دي كلها هتتقطع وانا باكلها، فمش فارقه بقى. يعني انا كان عندي كيكايه باخد منها القطع دي واحطها كده بالشكل ده اهو، وبعد كده ادخلها الديب فريزر تتجمد معايا او الثلاجه على الاقل 6 ساعات. هتطلع معايا بالشكل اللي هوريكم حالا. يعني دي بتتحط كده في الثلاجه او في الديب فريزر، يا اما في الثلاجه 6 ساعات، يا اما في الفريزر تقريبا 2 ساعة. هناخد الجاهزه ونوريكم شكلها ونقطع لكم قطعه كمان، وبالهنا والشفا. هنكمل يا دكتور، بس عايز اسال على حاجه اهو سريعا. هنقول الوصفه بتاعت الشعر الجاف. لا، احنا انا كنت عايز اسال بس. انت هتقولي الوصفه وازاي اختار الشامبوهات بتاعتي؟ يعني ما في 1000 نوع شامبو موجود في السوق، اختار الشامبو بتاعي على اي اساس؟ احنا زي ما قلنا بقى، هفصل ما بين فروه الراس وما بين الشعر. مش معنى ان الشعر جاف من بره وفروه الراس دهنيه يبقى انا اجيب شامبو للشعر الجاف. نعم. الشعر الجاف لازم له نيه معينه، هجيب الشامبو اللي هو ما فيهوش الصوديوم سلفيت او اللي هو ما فيهوش كيماويات شديده علشان ما تنشفليش فروه راسي اكتر. الناس اللي عندها الاكزيما الدهنيه هجيب شامبو مناسب لفروه راسهم، اللي هي الشامبوهات بتاعه القشره. مش كل ما يحصل لي قشره هجري واشتري الشامبو بتاع القشره، لان ممكن قوي تبقى قشره جافه، وممكن قوي الشامبو بتاع القشره يزود لي الجفاف. نعم. بس طيب. انا بغرف بقى، وعايزين بقى حضرتك تقولي اخر حاجه، نصيحه كده لكل الناس في فصل الشتاء، تعمل ايه عشان يقوا نفسهم من التقلبات الجو وتبقى بشرتهم جميله، بس في عجاله يعني. لازم شرب الميه، شرب الميه دي اولا واخيرا. صيف وشتاء لازم هشرب ميه، لان احنا قلنا قبل كده مثلث النضاره 3 حاجات. نعم. الترطيب الداخلي اللي هو شرب الميه، الترطيب الخارجي بالكريمات واللوشنات المناسبه، ولازم الفيتامينز اللي موجوده في الاكل. حضرتك عامل اكلات النهارده فيها فيتامينز كتير جدا.
الفراولة فيها فيتامين سي بيقلل الشيخوخة جامد بتاعة البشرة، والعدس فيها حاجات كتير قوي، فيها سيلينيوم وفيه مغنيسيوم وفيه حديد وفيه فوليك أسيد، مناسب جدا للحوامل. لو ما عرفتش اخد الفيتامين من الأكل هحاول على قد ما أقدر اخد قرص فيتامين واحد بس كل يوم. جميل دكتور، بشكرك على معلوماتك الغزيرة. على فكرة الحلقة بتبقى ضيقة، يعني أنا أتمنى أن الحلقة تكون أكتر من كده عشان خاطر نقدر نستفيد من معلوماتك الغزيرة ومن الإفادة لكل المشاهدين اللي قاعدين بيتفرجوا علينا بيتشوقوا الحلقات حضرتك طبعا عشان خاطر، وخصوصا السيدات. يا رب نكون قدمنا لكم حاجات بسيطة لذيذة سهلة وفي نفس الوقت مغذية وطعمها حلو. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. أشوفكم إن شاء الله بكرة العزوبة البيت، أشوفكم على خير. سلام عليكم.